أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، بما تشهده أوجه التعاون والتنسيق بينهما من نماء يجسد رغبتهما الدائمة نحو آفاق أرحب لهذه العلاقات ومواصلة تنميتها بما يحقق تبادل المصالح المشتركة في ضوء ما يمتلكانه من إمكانات للتطور والتنوع. لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم سعادة السفير آن وائر سفير جمهورية الصين لدى مملكة البحرين بمناسبة استلام مهام عمله كسفير لبلاده في المملكة، حيث رحب سموه بالسفير الصيني الجديد متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية فيما يخدم التطلعات المشتركة نحو المزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات. من جانبه أشاد سعادة السفير الصيني باهتمام مملكة البحرين بدعم علاقاتها وتعاونها مع بلاده، معربا عن شكره وتقديره صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه، منوها بما أبداه سموه من حرص كبير نحو تعزيز ودعم العلاقات البحرينية الصينية.